السلام عليكم. هذا اللي هو الانفيزبل شيلد اللي هو الاتش دي خاص حق اللي هو الايباد، راح اركبه حق اللي هو الايباد النيو ايباد على قولتهم الجديد. اول شيء لما فتحناه راح يكون فيه اللي هو الانفيزبل شيلد نفسه، اللي هو هذا عباره عن قطعه واحده بالاضافه اللي هو المادة المستخدمة لتثبيت ال invisible shield. و هذه الأداة اللي راح نسوي فيها المسح حق ال invisible shield، يسمونها squeegee instruction manual، بالإضافة إلى قطعة قماش لمسح الجهاز والتنظيفه. أقولكم اهم شيء في اللي هو التركيب الحمايه هذه انك تغسل يدينك، علشان ما اذا كان في يدينك فيها اي نوع من الدهون او شيء ما تلزق في الحمايه نفسها قبل تركيبها على شاشه الايباد. فانا توني قبل لا ابدا التسجيل غسلت يديني بشكل جيد، والان مسحت الايباد. لا تحاول انك ما تخلي فيه ولا حتى نقطه صغيره كلينكس او اي شيء، عشان ما راح يكون ثابت تحت اللي هو الحمايه. الحين قاعد اشوف ان الحمايه نظافه الشاشه ممتازه. نبتدي ان شاء الله في التركيب. اول شيء رش يدينا بالمادة، ذلك نضعها بهذا الشكل ونرشها كثر ما نقدر بالمادة اللي معطينا اياها. رش كثر ما تقدر، كذلك رش على جهاز الايباد. هم يقولون يفضل ان يكون الجهاز في وضعية الاغلاق، وانا فعلا اغلقت الجهاز. بعد ذلك اعمل له alignment لا تحاتي، كل اللي قاعد تشوف هذا البابلز راح يروح، بس اهم شيء انك تعمل alignment تتأكد ان الاطراف راكبة كويس بشكل ممتاز، مكان الكاميرا ومكان اللي هو زر الهوم. بعد ذلك يفضل تبدأ من النص. اذا ما راح تقدر تسوي، لازم ترش على الحماية نفسها. وين مكان الرش؟ اوكي، عشان تسهل عليك في عملية اللي هو السكوتي نفسه. ابدأ من المنتصف للخارج بهذا الشكل، جدا سهل التركيب، اسهل من السابق. تلفنا الطاولة، مو مشكلة نمسحها.
واذا في اي بابلز او له اي فقاعات او تفاحيات كيفكم تسموها مثل ما تسموها بكل بساطه هي راح تشيل نفسها يعني. يوم او يومين بالكثير اي فقاعه موجوده هي راح تروح من نفسها مره ثانيه عشان التاكيد. خلصنا اسهل من كذي ما في. مبدئيا فعلا انا قاعد اشوف انه كنا مراكب شيء. اسوي فوكس نهايه الطرف شوف كانه مراكب شيء. هذا مكان الكاميرا الأمامية اوكي. هذا فوكس وهذا الفوكس مرة ثانية. زر الهوم هذا زر الهوم فعلا شيء سهل في التركيب وبنفس الوقت ما كأنه راكب شيء على جهاز الايباد.